فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في أحد المساجد الذي يقف خلف الإمام هم في أحد المساجد الذين يقفون خلف الإمام هم من الذين في عقولهم خفة ولا يجدون أداء الصلاة، وهم دائما يأتون مبكرين ويجلسون خلف الإمام ولم يكلمهم أحد من الجماعة مراعاة لنفسياتهم، هل لنا يقول أن نؤخرهم عن هذا المكان عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟ أنتم المفرطون، لماذا لا تتقدمون تتركون المجال لهؤلاء؟ أنتم المفرطون. الرسول حثكم على التقدم، قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فأحرصوا على التقدم بارك الله فيكم، كونوا خلف الإمام، خذوا أماكنكم خلف الإمام، تقدموا، هذا الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنك تجلس في بيتك وفي أمورك ثم تأتي آخر الناس وتبي توخر الناس عن أمكنتهم، لا، هذا ما يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.